الله أكبر الله أكبر. هو الكتاب المقدس كتاب تاريخي ليس منزلاً. منه منزل، يعني منه كتاب تاريخ، ايه تاريخ عقيدة بيتكلم اوكي عن الله. طيب، يعني اختار منه وحي، ربنا ايه؟ من وحي، وحي، وحي بس مش منزل. وحي من عند مين؟ هو وحي من عند الله بس ما منه، يعني مش منزل مثل ما انتم بتعترفوا بالقرآن الكريم انه منزل بآيات وكتب على أوراق بردة وبعدين حطوه بكتاب. حاضر حاضر. شوفي استاذ الفاضلي، اول شيء طالما نحن إلنا وحي، والوحي هيدا من عند رب العالمين، فالله نزل هيدا الوحي، صح؟ نعم برافو عليك، لغاية هلا نحن متفقين، صح يا صديقتي؟ طيب نزل من خلال مين؟ هذا لا يعنينا هلا، لا يعنينا هلا. اوكي، سوينا بس، في واحد قليل ذوق ما تربى، تمام، جاي من حظيرة، تفضل يلا يلا على مزبلة التاريخ. أي واحد قليل أدب قليل تهذيب ما له مكان عنا. طيب طالما أنه نزل بوحي، أنا عندي الله سبحانه وتبارك وتعالى بالكتاب المقدس قال لي، حضرتك عندك الكتاب المقدس أستاذي؟ اي نعم. ممكن تفتحي لي رومي الإصحاح 3، العدد من 2 لـ3، رومية لحظة، على مهلك. اصحاح اي اصحاح؟ 3، اي نعم. من العدد 2 لـ3، ممكن تقريهم بعد إذنك؟ الله يجزيكم الجنة يا رب، جزاكم الله عني خير الجزاء. وين بدك هنا اقرا؟ من العدد 2 لـ3، أنا عم ايه شو المقصود؟ بطلب من شخصك الكريم تقري. ما هي باللغة الإنجليزية. أوكي، شو بدك توصل؟ شو بدك تقول لي؟ قريته. تكرم عيونك، انا هفتح لك اياها باللغه العربيه. المعذره. معلش يا حلمي. هاي 3 و2 لـ3. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله بنتي. الله يرزقك يا اختي جوزة. تعي افتح لك اهو، تفضلي يا اختي. عم بيقول النص برومي الاصحاح 3، العدد 2 لـ3، كثير على كل وجه. الكثير على كل أما إيه. أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، الله أعطاكم أمانة، استؤمنوا أمانة على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء. أنتم ما كنتوا أمناء، ما عم بحكي عنك أنت، أنا عم بحكي عن المسيحية وعن اليهودية. فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء، أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ سؤال استنكاري، شايفي كيف؟ طيب أنا عندي في نص ثاني، ثواني بس أطلع لك النص عشان تشوفي حضرتك معي ونفهمه سوا. موجود عندي بأعمال الرسل، خليني أفتح لك أعمال الرسل الإصحاح 7، هاي أكت 7 على 53. شو بقول النص استاذي مي؟ اعمال الرسل الذين الاصحاح 7 من العدد ناموس 53. ايوه، الذين إيه؟ اخذتم الناموس بترتيب مين؟ ملائكة ولم تحفظوا. الله. مين اللي نزل الوحي؟ ها؟ مين اللي نزل الوحي هو تبع الوحي، الله؟
ايه شو بدك توصل؟ انه الوحي من عند ملائكة من الله؟ طولي بالك، انا ما لسه ما عم بفوت على الاستنتاجات، انا عم بسالك هلا اسئله مباشره. نحن اتفقنا انه في وحي من عند رب العالمين عم ينزل. طب مين عم ينزله؟ انا قلت لك بعدين حنشوفه، هلا جينا لهون. مين اللي عم ينزل هذا الوحي بامر من رب العالمين؟ الملائكه صح؟ استاذي ما يجاوبيني دغري دغيرك. لا نحن عندنا مش هيك، مش هذا المقصود. حنشوف بعدين شو المقصود، حنشوف بعدين شو المقصود. انا عم جيب لك كلام من الكتاب المقدس، ما هيك مزبوط؟ ايه طيب خلينا هلا نكفي ونشوف. حنفتح بطرس الثاني، رسالة بطرس الثاني. وين بطرس الثاني؟ أيوة، الإصحاح 3 العدد 16. بطرس الثاني، أنا فاتح بطرس الثاني. ثواني. طيب، كما في الرسائل كلها أيضا متكلما فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. لهلاك أنفسهم، واضح؟ لغيت هلأ ماشي معي ولا في شيء صعب؟ لا اوكي كثير حلو. طيب خلينا ناخذ وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف ارميا. انا جبت لك من العهد الجديد، خلينا نروح للعهد القديم. حيا الله اختي مي، اهو حياكم الله جميعا، منورين. الله يخليك. عليك الله السلام يحفظك ورحمه الله. ويبارك في عمرك يا رب. تفضلي يا استاذي. هاي عندي ارميا الاصحاح 23 العدد 36. أما وحي الرب، أهو هذا الوحي، فلا تذكروه بعد. خلاص ما صرتوا عم تتذكروه. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أخي الشيخ أبو بلال. لأن كلمة كل إنسان تكون وحيه، إذ قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا. الكتاب المقدس عم يقول إنه في ناس حرفوه لكلام الله، حرفوه. تمام؟ هلأ ما هو هل وقت السيد المسيح، أوه. هو وقت السيد المسيح حتى اليهود كانوا مختلفين على الكتب. جميل، تمام. طيب خلينا يعني عندك بدأ مع، يعني كيف بدي أقول لك، نشوف هلا الكتاب يعني كانوا هنا يقولوا الكتب شو مكتوب على طريقتهم. لأن احنا ما عم نحكي هلا على تفسير، ديري بالك. أنا عم بحكي إنه كلام الله، مثلا خليني أعطيك مثال. الله نزل بكتابه الكتاب المقدس، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. تمام؟ اعتبر إنه هيك الله نزل النص. إجوا ناس يهود، تمام؟ الكتاب المقدس، نفسي حدا ما يقاطعني. معقولة هذا حلم؟ معقول؟ تفضلي استاذه مي، شو عم تقولي؟ الكتاب يعني السيد المسيح وقتها اجا فسر الكتب، ما حرفهم ولا نقضهم، فسرهم. فسرن. طيب هل سؤال، هل يسوع المسيح بيتناقض او بيكذب؟ لا أكيد، لا هل الله بيكذب او بيتناقض؟ لا لا، كلامه حق. كتير حلو، وأنا متفق مع شخصك الكريم أستاذي مي. أنا متفق مع شخصك الكريم إنه الله لا يكذب ولا يتناقض. هلأ لو لقينا في تناقضات وأمور انحكت وما صارت، بتكون الغلط من مين؟ هل من الله أو من يسوع المسيح أو من كتبة اللي هن التلاميذ؟
الله يرزقكم الجنة يا رب. ها يعني مثلا السيد المسيح، ان اليهود على وقت السيد المسيح نهار السبت ما كانوا يعملوا شيء، حتى اذا انسان مريض ما كانوا يشفوه، لانه بالنسبة لهم نهار السبت مقدس لله، ما لازم يعملوا شيء، بس مقدس لله. السيد المسيح اجى خلافهم بهالموضوع، انه صحيح السبت هو مقدس لله، بس ربنا بده رحمة، يعني انه ما هو كيف بدي اقول لك، هو عامل عجايب حتى نهار السبت. ايش هو الكتبة والفريسيين عم بيقولوا له انه بتعمل عجيبة حتى نهار السبت، انه هذا السبت بيكون مقدس لله؟ قال لهم انه هو بده رحمة. اجا يعني كانوا كتير حرفيين اليهود بوقتها، يعني يعني شو بيقولوا، انحرفوا عن الرحمة، عن أنه الإنسان أولاً، ليس الحرف، الإنسان أولاً. تمام. هو السيد المسيح لم ينزل عليه كتاب، يعني الإنجيل هو بشارة إنه عظيم سر التقوى الذي ظهر في الجسد، يعني كل ما يريد أن يقال عن الله، كل ما تريد أن تعرفه عن الله هو في صورة السيد المسيح. هذا هو الإنجيل. طيب خلصتي حضرتك؟ نعم. طيب خليني أعطيكي مشكلة وبعد شوي بندخل بالمشاكل شوي شوي. تعي شوفي. بسم الله، حياكم الله جميعا، كل من انضم معنا أهلا وسهلا فيكم. بمتى إصحاح 3 العدد 14 بيقول متى، وما راح أطلع من متى، إصحاح 3 والعدد 14، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك على يسوع المسيح وأنت تأتي إلي. واضح؟ نعم، هذا بالإصحاح قد إيه؟ 3 14. برافو، حياكم الله جميعا. عندي بمتى الإصحاح 11 العدد 3، شو عم بيقول؟ وقال له، هذا مين؟ ليوحنا، ليسوع المسيح: أأنت هو ايه، الآتي أم ننتظر آخر؟ الله يجزيك الجنة يا أختي. اوكي. أأنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ يعني عن المسيح. نعم يا أستاذي، نعم. هون فوق بالعدد بالإصحاح 3 عم بقول له أنا محتاج إنه أتعمد منك يا يسوع المسيح. بالإصحاح 11 عم يسأله: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ طب على أي أساس عم تطلب منه إنه هو يعمدك؟ إذا أنت منك عارف مين هو المسيح. هون في مشكلة. فهماني علي يا أستاذي مي؟ هي المشكلة بمعنى كلمة المسيح، هن كانوا منتظرين مسيح يخلصهم من عبودية الرومان، بس إجا السيد المسيح فسر إنه ملكوته مش من ملكوت أرضي. صحيح الله موجود بالعالم، وهو بس هو ملكوته مش ملكوت أرضي، يعني مش بالقوة تفرض الله على الآخرين. طيب اتفقنا، اوكي خلينا نتجاوز هاي. الله يرزقكم جميعا. خليلي قلبك يا اختي مي. عندي سفر التكوين الاصحاح 5 العدد 24: وسار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه، يعني رفعه للسماء. مظبوط هالكلام؟ ايه، مظبوط، تتفق معي ولا لا؟ اوكي. اهو حرجع عيد لك اياها، حاسس انه لسه في شك بقلبك. وسار اخنوخ مع الله ولم يوجد، ما صاروا عم يلاقوه، لأن الله أخذه، لأن الله رفعه لعنده. مزبوط؟ ايه، طيب الله يجزيكم الجنة، الله يبارك بعمرك يا أختي من النور. عندي أنا بالملوك الثاني، سفر الملوك الثاني الإصحاح 2 العدد 11 بيقول:
وفيما هما يسيران ويتكلمان، إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما، فصاعدا إلية في العاصفة إلى وين؟ إلى إلى السماء. السماء، أوكي. معناتها الله رفعه إلى السماء، صح؟ مظبوط، إيه. إذا يسوع المسيح بيوحنا الإصحاح 3 العدد 13 عم بيقول: وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. كيف يسوع المسيح اللي هو إله العهد القديم والجديد يقول ما حدا طلع للسماء، وفي قبله بالعهد القديم الله رفع أخنوخ والله رفع إيليا إلى السماء؟ طب مين الصح، يسوع المسيح ولا إله العهد القديم؟ لا، مين؟ هو قصده يسوع انه ما حدا نزل من السماء، يعني من الملكوت، الا وليس أحد، ما حدا قال نزل، وليس أحد صاعد صاعد إلى وين؟ إلى السماء. إلى السماء يا أستاذي، ايه لا قصده تفصل من السماء العلم. هون، يعني الملكوت. وين الملكوت هون؟ ما السماء فوق، يعني السماء تعتبر الملكوت الله. طيب يعني أين يسكن الله؟ في حدا طلع للملكوت قبل يسوع المسيح؟ إيه حي إيه الله بس وتساوي. الله يلي صعدهم. ما بيعنيني انا مين اللي صعد مين، اهم شيء انه طلعوا للسماء. يسوع المسيح عم بيقول وليس احد صعد الى السماء، هون مصيبه. معناته يسوع المسيح ما بيعرف شو مكتوب بالعهد، شو قال بالعهد القديم. هذا تناقض استاذي، تناقض تناقض، والله لا يكذب او يتناقض، نحن اتفقنا صح؟ لا، في غلط بالفهم، لان احنا ما بناخد اصلا. ما فيك تشل آية من الكونتكست تبعها وتقلي انه هيدي محرفة او هيدا. نحن ما بنتبع الحرف. هو العهد القديم قصة شعب، قصة شعب مع الله، يعني كان الله يحكي مع شعبه. ما في شيء، يعني كيف بدي اقول لك، انه انتوا بتعتبروا انه القرآن الكريم هو منزل. نحن نعتبر الكتاب المقدس مش منزل. طيب ممكن تقولي لي شو معناه، شو بتفهمي من كلمة التحريف؟ ممكن تعرفي لي كلمة، تعرفي لي التحريف شو معناه التحريف يعني التحريف؟ بتغير بمجرى التاريخ، هذا التحريف. هذا بس التاريخ، بس التاريخ، بس العقيدة التاريخ، بتقول بس التاريخ. ايه اكيد، لانه وقت العقيده تقول انه الله موجود وفي شريعه وما حدا عم بيقدر يتبع الشريعه، والرب طلب، صحيح طلب الصوم وطلب الرحمه وهيك، بس في عقيده بتقول انه النفس التي تخطئ تموت. هيدي ومن هيك كانوا يقدموا ذبايح، ووقت انهدم الهيكل وقفت الذبايح، ووقت السيد المسيح رجع تعمر الهيكل كان، بس مش ما كان عنده رهجة وقت تعمر على وقت النبي سليمان، بس ضلت الذبايح وضلت الفكرة انه ما في مغفرة الا من دون سفك دماء، يعني لانه الحياة هي في الدم. هيدي وقت تنحرف عن هاي العقيدة، هون بيصير التحريف، مش بالكلمة، أو لأنه فهمت شو قصدي؟ نعم، بس أنه كلام حضرتك وقت قال السيد المسيح ما حدا صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، يعني هو كان بالملكوت مع الآب، ونحن نعتبر أنه قبل مجيء السيد المسيح حتى الأنبياء ما كانوا بالسماء، ما كانوا بالملكوت، كانوا وين بفترة كانوا؟ انتظار، وين كانوا؟ كانوا بفترة بيسموه له اسم بصراحة، بس ما بعرف، يعني بفترة بحيرة انتظار، الكبريت، يعني بحيرة النار والكبريت، صح؟ لا لا لا، ما كانوا الأنبياء والأبرار ما كانوا ببحيرة، بس كانوا بفترة انتظار مجيء المخلص وطلعون على السماء، بس ما طيب كانوا بالملكوت. اوكي، طيب تقصد الهوية؟
الهاوية. اوكي طيب، خلينا نشوف تعريف التحريف من عالم مسيحي، عشان انا لو قلت تعريف التحريف ما حد صدقيني. الكتاب من كتاب، هل يشهد الكتاب المقدس على نفسه بالتحريف؟ للقمص عبد المسيح بسيط ابو الخير، هذا كاهن. كتاب لاهوت ايه الدفاعي يدرس بالكليات الاكليريكية، الصفحة 14. شو بيقول؟ عم يحكي طبعا ما هو التحريف. عم بيقول: ويعني أصل التحريف في اللغة تبديل المعنى، هذا باللغة تبديل المعنى. أوكي، التحريف اصطلاحا له معان كثيرة، منها التحريف الترتيبي، أي نقل الآية من مكانها إلى مكان آخر، تمام، ومنها تحريف المعنى وتبديله إلى ما يخالف ظاهر لفظه، وهذا يشمل التفسير بالرأي، تفسري من عقلك استاذي مي. أوكي، وكل من فسر الكلام يخالف حقيقته وحمله على غير معناه فهو تحريف. لما اجي اقول مثلا النص بيقول ذهب يسوع المسيح الى الجليل، ما تيجي تقولي لي الجليل معناتها استراليا، هذا تفسير من عقلك، حرفتي هيك. انا عم بعطي مثال. اوكي طيب، ومنها تحريف اللفظ، وهو يشمل كل من الزيادة أو النقص أو التغيير أو التبديل. وين رحتي يا أستاذي؟ أستاذي مي، حضرتك موجودة معنا؟ أستاذي مي، حضرتك موجودة معنا؟ طيب، نحن الآن أخذنا تعريف التحريف بشكل علمي أكاديمي، تمام؟ من مصادر مسيحية، مش من مصادرنا الإسلامية، من عند أهل السنة والجماعة. لا لا يا جماعة، أحسنوا الظن، أحسنوا الظن. الله أكبر، الله